حتى في السلاح شلون يعني هسه ما كل واحد المفروض يشيل سلاح تمام لو ما تمام، او يخصص مثلا بيد القوات اللي موجوده مثلا قوات الامن اللي موجوده بالمناطق، لان اكيد ياثر خاصه يعني المشكله احنا شعب شويه عصبي، شوفه شويه تنرفز سحب السلاح ماله وسوى مشكله ولا اخره. تاثيرها اولا سلبي، سلاح يصير رمى عشوائي، الطلقات اللي راح تطير مداها قليل، يعني اولا المدى قليل، توقع على طفل توقع على مره. واحنا نشوف اكثر المنتسبين لابس مدني وخال سلاحه ظاهر قدام العالم، وهاي فالظاهره يعني اولا عيب قدام الناس،